يمرر جميلة تمشي عند خرجة كم انتم رائعون ايها الرسول، كم انتم رائعون. هذا مسرحية موزمبيق متواصلة، وهذا الكهل يكسر هذه الصحوة المغربية في هذه الأثناء، لأنه يتظاهر بأنه مصاب وهو ليس كذلك، يتظاهر بأنه مصاب وهو ليس كذلك. مع الفريق الوطني أكبر سند فريق وطني، فالمقابلة هو الرغبة موجودة مقابلة. ورشيد الطوسي عنده قطع غيار يمكن يقلب المقابلة، مساندة مطلقة للجمهور المغربي الفريق الوطني. 30 سنة يمشي بخطوات متثقلة أمام أعين الحكام نيون اليوم الكاميرا، يعني يلزم حركة بهذا الشكل إخراج إنذار لتكون في اللاعبين، هو الشيء الذي لم يحصل فيما العديد. خرجة زيدان بعينه استد قوة جميلة 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 جميلة، نشم راحة هدف، نشم راحة هدف، لا أتمنى أن يأتي. فنان بكل ما تحمل كلمة هنا، لاعب مرعب، لاعب مهاري، ضربة جزاء تجيب هذا القرار، أصعب شيء في كرة القدم تأخذ مسؤولية يعني إعلان ضربة جزاء في وقت استراتيجي من المقابلة. تردد، إنما ضربة جزاء صحيحة ومشروعة للفريق الوطني، كانت أوبستريكسيون، كانت عرقلة بالرادة بكونترول، دفاع كرته أمامية عرقلة، ضربة جزاء واضحة، ضربة جزاء واضحة ومشروعة للفريق الوطني، مسؤولية تنفيذ ضربة جزاء صابو، والهدف إن شاء الله يا رب يجي في هذا الأثناء. ترجع المقابلة لنقطة الصفر، ترجع المقابلة لنقطة الصفر، خرجة في التنفيذ، خرجة في التنفيذ، والكل أعصابه، والكل يترقب، والكل يعني مقابلة استثنائية، مقابلة استثنائية بجميع المقاييس. خرجة 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 أمام الحارس الكهل رافائيل جواو، الحكام يؤشر لخرجة، ينطلق خرجة 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 خرجة، العلامة الكاملة. ورشيد طوسي يناقش المقابلة بحس وطني كبير مع باقي اللاعبين، واصل هذا الزح، واصل هذا الزح بين الأسود في مقابلة. ضغط رهيب على الجميع، ضغط رهيب على الجميع، يعني أنا أعلق على المقابلة يعني بأعصابي مشدودة، والجمهور يتابع المقابلة بحس وطني عالي، وملايين المغاربة على مستوى الشاشة يتابعوا الكرة المغربية بالرضا. أوبو أليميرو ومنظم المقابلة قادوه نحو مستودع الملعب، يعني عودة الكهل للسقوط من جديد، مسرحية أخرى هزيلة إخراج بطل هذا الحارس رافائيل جواو، بغى يكسر إيقاع المقابلة ولا شيء غير ذلك. يعني أنا سئمت هذه المسرحيات على امتداد سنوات من التنقل، يعني أشياء أكل الظهر وشرب عليه، سلوكات يعني إذا كان مصاب يغادر الملعب، عنده حارس احتياطي ثاني، أنا عين المرة الثالثة على التوالي نفس التدخل الطبي، نفس المسرحية تتكرر فيما تغيير سيقع صفوف المنتخب الموزمبيقي. رشيد طوسي وباقي الطاقم غليانه في بنك احتياط الفريق الوطني، يعني المرابط تأكيد غادي يعطي الإضافة للفريق الوطني، المرابط غادي يعطي الإضافة للفريق الوطني، كنوصلوا لدقة 70، كنوصلوا لدقة 70. بطبيعة الحال الرحلة لمابوتو كانت شاقة جدا، المبيت بين البرتغال ومن ماكوانا، هل يغادر يعني بخطوات متثقلة؟ سيغادر، ربما سيغادر يعني.